هناك أعمال بناء على طلب الهيئة العامة للطرق، نعم. وذلك استكمالا لمشاريع الطرق الجديدة في الجزء الغربي من الدائرة الخامس. سوف يتم إعمال ربط خطوط مياه قائمة بخطوط مياه جديدة، وذلك إن شاء الله يوم غد الجمعة تاريخ 17 يناير من الساعة 8 مساء ولمدة 16 ساعة، أي يتم الانتهاء بإذن الله من الأعمال على الشبكة يوم السبت تاريخ 18 يناير الساعة 2:00 ظهرا. نعم مهندسة خديجة، المناطق، ما هي المناطق التي ستنقطع عنها المياه إذا في تحديث؟ سوف يتم قطع المياه عن 18 منطقة، اللي هم السويدية، الأندلس، العرضية، الفردوس، الرابية، الشويخ الصناعية، الجيوان، الري، غرناطة، السليبيخات، الدوحة، النهضة، الرقعي، أمغرة، محطة تابعة أمغرة، شاليهات الدوحة، وأيضا القيروان. ولكن هناك ملاحظة مهمة. نعم. المياه لن تنقطع على المستهلكين لسبب، لأن كل وحدة سكنية يوجد بها خزان، وخزان المياه من المفترض أن يكفي استهلاك المستخدمين لأكثر من 48 ساعة. ولذلك تحرص الوزارة على المستهلكين الكرام من التأكد من أن الخزانات هذه تكون ممتلئة بالمياه في يوم الجمعة، وأيضا ترحيل أي أعمال غير ضرورية مثل غسيل السيارات، غسيل الساحات الخارجية للمنازل، ري المزروعات، جميع هذه الأعمال الغير ضرورية إما أن يقومون فيها اليوم الخميس أو ترحيلها إلى ما بعد الانتهاء من الصيانة.